أصدقائي، قبل ما نبلش فيه لهذا الفيديو الخارق الحارق المتفجر، اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لأنه قربنا للمليون مشترك، واضغطوا لايك على هذا الفيديو. وهلأ منبلش فيه للفيديو. لك تقبشيني، أنا من أول ما شفتك نسيت الدنيا. أنت مو بس حبيبتي، أنت حبيبتي ورفيقتي ومرتي وأمي كمان. What fucking you say؟ say يا جحش، أنا صاحبك ربيع، أنا مالي صاحبتك your girlfriend. آه صح، بس من كتر مالك شريكي ورفيقي الأنتيم تخيلتك حبيبتي يلي لسه ما لقيتها. حبك أبو براس إلهي، ما تحشيش معايا بالطريقة دي، فرهان ومتشمت بيا. أنا بطلع قد اليو فادر، قال حبيبتك، قال منيح ما كملت بخيالك وجبت مني ولاد. لك ربيع، بتعرف ليش بحبك أكتر واحد بين رفقاتي؟ ليش؟ واي؟ لأنك شهم أبضاي يا مولاد الحارة ضربوني، وأنت لحالك، ها لحالك أنت يلي فزعتلي. ولأنك كريم، كريم كتير يا ما مضيع مصري أنا، وأنت لحالك ها يلي بتساعدني وبتديني من خرجيتك. Thank you حبيبي أبادة، وأنا كمان بموت فيك. بتعرف واي؟ واي قصدي ليش؟ لأنك لما مرضت أنا ما تخليت عني بالغربة، كنت بتداريني وبتشربني دواي لحتى طيب، كنت بتعصر لي عصير فريش ما دقت منه بحياتي. يا سلام على هالعصير، يا سلام. بموت فيك كمان لأنك شبعان ومربى ترباية صالحة، صالحة للشرب يعني. كنت على طول تستقبلني مع حبيبتي عندك وتعاملها مثل your sister احتراما لإلي لأنك رفيقي. يا سلام، oh my god. لهلك ربيع، شو انت انتيمي على الفاضي؟ لك انا عيوني إلك. تسلم لي يا عبودة، وانت كمان ابن حلال مصفى، ما رح لاقي مثلك friend is you بحياتي. انا بموت فيك، بموت فيك my best friend. لك بعيد الشر عنك يا رفيقي، لك انا بعشقك بالعشاقة، بتعمشقك بالمشاقة، لك انا بتنفسك. هاد الحكي بكيني، صار معي اسهال مشاعر يا عبادة. هلأ بدي اسألك سؤال يا شريكي، بس خجلان منك. Ask me. اوك تخجل، نحن انتيمات بعض يا عبادة، اصلا انا كمان بدي ask you. تفضل اسأل. لا والله لا تتفضل انت. طيب هلأ انت كل ما بتمدحني كتير بيكون في من وراك انه وخازو، فشو رأيك تتفضل وتحكي لي؟ يا سبحان الله، عن جد انا زعلت منك. I am very sad, very very sad. انا اسف اذا سؤالي وقح وزعلك. لا ابدا مالك وقح، بس انا زعلت منك لانك سألت نفس سؤالي، وانت كمان ما بتمدحني غير اذا كان في صواب اخو اخته. طيب احكي احكي، قول شو خازوقك. صوابي يا رفيقي، بتتذكر جاكيت جلد التمساح يلي انت بتحبه so much؟ ايه هاد أغلى هدية عندي يا سيدي، كنت مقطوع من التياب وبعرف تيابك أصغر من تيابي، فجربت هاد الجاكيت وطلع علي، فأنا لبسته ورحت شفت فيه حبيبتي، بس بعدها شو؟ بس بعدها نسيته وضاع مني. الله لا يعطيك العافية على هالصواب يا سراء يا حرامي، انقلع من البيت، انت ما بتناسبني صاحبتك. ريلاكس، طول بالك قبل ما تقلاني، ما بدك تحكي شو خازوقك لإلي؟ إيه صح، بتتذكر الجاكيت يلي سرقته مني لحتى تشوف فيه حبيبتك وضيعته؟ ايه انا كنت دريان فيه وعرفان انك انت يلي مضيعه. وات؟ طيب ليش ما حكيت لي وعاتبتني؟ بكل بساطة ما بدي اياك تكشفني، انت سرقت لي جاكيتي وانا سرقت منك حبيبتك. شيت، الله لا يوفقك على هالخازوق. او ماي جاد، انه انا بس بدي اعرف، نحن الرفقات اذا منضل نخوزق بعض نحن ليش منرافق بعض اصلا؟ واذا منضل عم نكبس بعض صوابات ومصايب، لك ليش منحب بعض؟ يمكن لانه الصداقة هيك، بدك تتحمل رفيقك بكل سلبياته وايجابياته. وانتو كمان ابعتوا هذا الفيديو لكل رفقاتكم يلي بتجيكم منهم البلاوي والمصايب والايجابيات والسلبيات، وحطولنا كمان 75 الف لايك لعيون الاصحاب وعيون الخوازيق وعيون الخرط يلي بتصير عند الاصحاب. اخذت لي جاكيتي ولا لطشت لي حبيبتي ولا؟ يا عمي شو هالإنسان بيعمل حاله جنتلمان، خواجة وطق مفرنجة بصير بيمسح لك جوخ، تسمع كلمات وبتدوخ، بيحكي شي 12 لهجة، وقت اللي بده منك شي بيلزق حدك ما بيمشي، بيقرب درجة درجة، بيعمل حاله أخو صديق وبيمسك بوقت الدوخ.